بسم الله الرحمن الرحيم، معاكو اخوكو المرشد السياحي محمود حبيب، وعايز افرجكم النهارده على طريق شرم الشيخ الجديد بعد السيول. احنا النهارده 16 مارس 2020، يعني بعد السيول والعواصف او عاصفه التنين بثلاث ايام. وانا نزلت القاهره النهارده 6 الصبح، وحابب افرجكم على الطريق. كنت نازل انا وزميلي الاستاذ شريف منصور مرشد سياحي، وكان معانا برضو امين شرطه من الكمين الامين زكي، فهيبقى صوتهم الى حد ما ظاهر في الفيديو. الطريق طبعا 350 كيلو، للاسف في ناس كتير اتكلمت على الطريق ان الطريق اتدمر، الطريق باظ، الحقوا الطريق، وده طبعا كله كذب وما حصلش. وعشان كده انا حابب ان انتوا تتفرجوا بنفسكم معايا على الطريق دلوقتي. انا طبعا بعد ما بعدي الكمين بناخد الحته العكس الصغيره ديت عشان ناخد الناحيه بتاعتنا، الفردتين انت عارفين، رايح فرده رايح فرده جاي، فبنلف بقى من هنا عشان ناخد الفرده بتاعتنا. احنا دلوقتي ماشيين في العكس، وبعد كده هنغير على الفرده اللي احنا رايحين فيها. اتفرجت على فيديوهات وصور كتير على النت وكلام كتير مكتوب، الطريق اتدمر، الطريق اتكسر، الطريق باظ، الطريق ما كملش 6 شهور و6 مليار جنيه ضاعوا. الناس كلها افتكرت ان الطريق كله متدمر، والناس كلها كانت مرعوبه من الموضوع ده. فعشان كده انا كنت مصمم من وانا نازل النهارده ان انا اصور لكم الطريق وابين لكم كل حاجه في الطريق. انا نزلت النهارده الساعه 6 الصبح والحمد لله وصلنا في 6 ساعات، يعني واصل البيت في 6 ساعات. دي الحته اللي بنلف من عندها عشان نرجع على الطريق من الطريق العكس للطريق العادي. الطريق مشينا عليه النهارده وصلنا في 6 ساعات، يعني انا واصل البيت في 6 ساعات. في العاشر من رمضان، من شرم الشيخ لعاشر من رمضان وصلت في 6 ساعات، مع اننا وقفنا في الطريق وعدنا الاماكن اللي فيها قطوع في الطريق، بس وصل في 6 ساعات. اولا الطريق الجديد انا شايف ان هو احسن من القديم. انا ما مشيتش من القديم، بس الناس اللي مشيت من القديم بتقول القديم مش كويس. انا الطريق الجديد اول 200 كيلو ما فيش اي حاجه شفتها توقفنا في الطريق، هي بس مكانين صغيرين كده فيهم رمله بس على الاسفلت، رمله تتشال من على الاسفلت، يعني ولا قطع ولا اي حاجه. من اول 200 كيلو من شرم الشيخ في طريق القاهره 200 كيلو ما فيش فيهم اي حاجه فيها مشكله خالص في الطريق، غير شويه رمله على الطريق وبتمشي بالنوم عادي. وهنشوفهم طبعا، كل ده هنشوفهم. الفيديو معلش استحملوني كبير شوية، الفيديو 45 دقيقة، لاني حبيت اصور كل حاجة في الطريق، العلامات الارشادية، اسامي المدن، فاضل كم كيلو، القطوع اهم حاجة بصورتها، القطعين. هو في 3 اماكن في الطريق اللي هما مقطوعين، مقطوع فيهم الطريق، فانا مصور كل حاجة، والقطع الكبير اللي في الطريق اللي الناس مصورة صورته بس، ومحسسين الناس ان الطريق كله بالمنظر ده، فده كله متصور معانا في الفيديو. الطريق ستيل بحاله كويسه، الطريق 350 كيلو، الجزء اللي اتضرر من الطريق باي حال من الاحوال ما يعديش 10 كيلو في 3 اماكن متقطعه، يعني مش 10 كيلو على بعضهم، لا، في مكان في تقريبا نص كيلو او كيلو الا ربع، يعني سوري كيلو ربع، يعني 700 متر او 800 متر، وفي مكان تاني تقريبا 2 كيلو ونص، وفي اماكن برضو ما بين برضو من يعني 2.5 ل 3، واماكن تاني نفس الكلام 3 ل 4، يعني التوتال ما بين 7 و10 كيلو الاماكن اللي في الطريق اللي فيها قطع ومحتاجه تتصلح. ده اول جزء، فيه شويه رمل على الطريق طبعا عادي جدا زي ما انتم شايفينه، وحتى ما بنقفش بنمشي على طول. وفي جزء قدامنا كمان هيقابلنا في رمله برضو على الطريق هنمشي فيها. الميه بتاعت السيول لسه موجوده على جانبات الطريق اهيت في بعض الاماكن، لكن الطريق حرام، طريق 350 كيلو، الناس تختصره في صوره او في صورتين وتقول ان الطريق اتدمر والطريق باظ وفلوس الطريق ضاعت كده واتسرقت. يعني ده الجزء اللي فيه شويه رمل على الطريق زي ما قلت لكم، ما بنعرفش حتى ماشيين فيه، بنهدي بس عشان الرمله دي لسه ما اتشالتش من على الطريق، لكن الاسفلت موجود زي ما هو وما فيش لسه فيه اي مشكله كبيره. انصح اللي نازل لازم ينزل بالنهار، ما يمشيش بالليل خالص، ده الجزء اللي في الرمل اللي بتكلمكم عليه. اللي نازل لازم ينزل بالنهار ما يمشيش بالليل، لان الطريق طول الوقت بقى بنغير ما بين الطريق بتاعنا والعكس، يعني بنروح نمشي في المعاكس ونرجع لطريقنا العادي، ونمشي في المعاكس ونرجع لطريقنا اكتر من 5 او 6 مرات. وفي اماكن طبعا اللي فيهم القطع بننزل في مدق، ولازم الواحد يبقى شايف المدق كويس وهو نازل فيه. عشان كده لازم اللي ينزل ينزل بالنهار، مفيش اي حد ينزل بالليل باي حال من الاحوال. وتقريبا الكمائن دلوقتي او كمين راس محمد اللي عايز ينزل بينزل من 6 الصبح ل 6 بالليل بس،
غير كده مش بينزلهم حد في اي مواعيد بالليل. الطريق 350 كيلو ماشيين عليه، ما قلناش في الحته اللي هي التريت ما فيش فيها مشاكل، ما قلناش على 140 160 كيلو، ماشيين 140 160. وانا ما برجحش الناس تمشي على سرعات عاليه، انا برجح، انا ما كنتش سايق، انا كنت بصور يعني. فعشان كده الزميل اللي كان سايق كان بيمشي على سرعات عاليه، لكن انا ما بحبش السرعات العاليه، واخري في السواقه من 100 ل 120. طول الطريق هنشوف فاضل كام كيلو، فاضل دي بعدين اول حاجه هنشوفها، هنخش على الطور، وبعد كده مفارق كاترين، وبعد كده بورديس، ابو نيمه، راس صدر، عيون موسى، كمان كلها هنشوفها في الطريق، او اللي هي الكارتات، البنزيمات، هنشوف الطريق كله طول الطريق. واهم جزء طبعا القطع، اول قطع كبير في الطريق هنشوفه بعد 250 كيلو، هنشوفه بعد 250 كيلو اول قطع في الطريق يعني. ف او سوري، بعد 200 كيلو من الطريق. فعشان كده ماشيين 200 كيلو الصبح ما فيش فيه اي مشاكل خالص، بدأنا نشوف المشاكل بس او الاجزاء المتقطعة بعد 200 كيلو من الطريق. طبعا كل ده هنشوفه مع بعض واحنا ماشيين، بنعدي بس بنعدي، بنرجع للطريق المعاكس لما يكون في قطع ونرجع تاني نكمل عليه عادي، مفيش اي مشاكل يعني. فحبيت النهاردة اعمل لكم فيديو بوثق فيه الطريق كله من اوله لاخره، زي ما انا وريتكم قبل كده الفيديو بتاع الطريق لما افتتحوه من 6 شهور وكل الناس اتفرجت عليه. الفيديو كان اسمه شرح وتصوير طريق شرم الشيخ القاهرة الجديد، والفيديو كان واخد مشاهدات عالية، كان واصل ل 200,000 مشاهدة في فترة قليلة، فمعظم الناس شافته. فان شاء الله برضو اتمنى منكم ان الفيديو ده تشيروه لمعظم الناس عشان تبين لهم الطريق عامل ازاي، لان فعلا الكلام اللي بيتقال كتير جدا على الطريق ان هو بقى وحش، ان الطريق اتدمر، ان الطريق ما ينفعش حد يمشي عليه، بقى طريق موت، الكلام ده كله غير صحيح. وتقريبا اللي قال كده يا ما مشيش عليه يا خد صوره من على النت وقعد يشهر بيها يعني. انا كنت عملت فيديو من 4 ايام، يوم السيل، تاني يوم السيل، لجزء من الطريق، في الميه ماشيه من جنب الطريق، وقلنا للناس يا جماعه لو سمحتوا ما تنزلوش على الطريق دلوقتي عشان في سيل جامد، والميه بتنزل اهيت من تحت الاسفلت وبتبوظ جزء من الطريق. فانا حبيت النهارده ان انا اصور الطريق كله عشان الناس كلها تشوفه يعني. كده زي ما تشوفين على اليافط، اول يافطه لسه معديه حالا دلوقتي، بتقول لك فاضل على النفق 200 كيلو، فاحنا كده مشينا تقريبا 120 كيلو يعني، 120 ل 130 كيلو يعني. هنشوف اهو، هنكمل الطريق مع بعض وهنشوف كل اللي بيحصل في الطريق ده. بيقول لنا مفارق سانت كاترين قدامنا، فاحنا كده داخلين على مفارق سانت كاترين يعني بعد البنزيمة دي يعني. طريق ستيل بحالته، وحالته كويسة، هي اماكن بس صغيرة في الطريق اللي ان شاء الله الشركة القائمة على الطريق او الادارة الهندسية اللي شايمة على الطريق اكيد اكيد هيصلحوها بسرعة وهيشتغلوا فيها بسرعة يعني. وللأسف واحنا ماشيين في الطريق شفنا عربيتين واقعين في الطريق، عربية العكس دي جاية من مفارق كاترين وجاية في العكس عشان تاخد الطريق الناحية التانية يعني، لان احنا قابلنا دلوقتي قدامنا مفارق كاترين او الطريق بتاع كاترين وادي فيراني، هو ممكن جاي من كاترين وعايز يروح الطريق، عشان كده العربية تقريبا كانت جاية من الطريق ده العكس وعشان تروح تعدي على الطريق التاني يعني. ادي مفارق كاترين اهوت، الكمين بتاع مفارق كاترين، وادي طريق سانت كاترين على يميننا دلوقتي، ده طريق وادي فيراني يعني. احنا كده تقريبا 150 كيلو من شرم الشيخ، مكملين مع بعض في الطريق. الطريق كويس اهوت وحالته كويسة، مفيش فيه اي مشاكل لغاية دلوقتي قابلتنا، ماشيين ب 140 160 مفيش فيه اي مشاكل، بعكس الكلام اللي الناس كلها كانت مروجة وقايلاه. كل شوية هنشوف اليوفط، 185 كيلو على النفق. وطول الطريق على قد ما قدرت صورت كل اليافطات اللي في الطريق اللي بتوضح كام كيلو متر، هتلاقي بقى 185 180 175 170 تناقص كده، كل 5 كيلو في يافطة بتوضح انت واقف في الكيلو كام دلوقتي يعني. تقريبا القطع في الكيلو 160، من 160 ل 140 ده الجزء اللي ناخد بالنا فيه قوي يعني. دلوقتي في الكيلو 185، اما نوصل الكيلو 160 هو ده هنبتدي نشوف المشاكل والقطع اللي في الطريق، الكيلو 160 للكيلو 140، فنركز قوي في الجزء ده بتاع من الكيلو 160 للكيلو 140 يعني، لان هو ده الجزء اللي فيه القطع في الطريق، هما فعلا قطعين صعبين يعني.
اول واحد اللي هيقابلنا دلوقتي ده جزء كتير من الطريق اللي الطريق اللي رايح ضايع يعني مش موجود يعني كان في مجرى السيل. طبعا مجرى السيل لما بينزل او مخر السيل بينزل بقى بالطوب بالرمل بميه باندفاع شديد، فبيخبط الطوب بيخبط في الاسفلت من فوق والميه بتكسر في الرمله من تحت الاسفلت فبيكسر الاسفلت معايا. ده اللي حصل لان ده في مخر السيل، هي محتاجه التربه تتثبت اكتر من كده في اماكن مخرات السيل ويتعمل مخرات للسيول او انفاق اكتر من اللي موجوده. وكان في انفاق وشفناها عشان تعدي الميه من تحت الاسفلت، بس واضح ان هي كانت مواسير ما استحملتش ضغط الميه في الكيلو 170 اهوت، ما استحملتش ضغط الميه مع الطوب مع الرمل فقفلت الفتحات اللي تحت الاسفلت اللي هي المفروض تعدي ميه السيل يعني. لكن كان معمول حسابها وكان موجوده وهنشوفها كتير في الطريق. عشان الناس تقول لك ما عملوش حسابهم لمخرات سيول وما حطوش فتحات تحت الاسفلت، لا كان موجود. ابو ذنيبه بعد 50 كيلو، راس سدر بعد 115 كيلو، ماشيين احنا في الطريق ومكملين اهوت. اول بقى ما نخش على كيلو 160 اللي هو بيننا وبين النفا 160 وتناقص العد الكيلومتر، هنبتدي نشوف بقى الاماكن اللي فيها قطوع في الطريق. انا المفروض كنت عملت اتصال من ساعه ما اصلا قلت لي الموضوع كده. رايحين على ابو ذنيمه، هو بعد ابو ذنيمه الراس صدر، هي دي المنطقه اللي فيها معظم القطع اللي في الطريق ما بين ابو ذنيمه لراس صدر، هي دي اللي فيها القطع. ماشيين اهوت على الطريق، في اماكن فيها ميه زي ما احنا شايفين. ده باقي من السيول، السيول عدى عليها 3 ايام بس لسه في طبعا سيل كان كبير وما حصلش تقريبا من 30 سنة يعني. اخر مرة حصل سيل بالضخامة دي تقريبا كان سنة 94 بكميات المية الكبيرة دي، فعشان كده الطرق طبعا بعضها ما استحملش، لسه في تجمعات مية زي ما احنا شايفين كده هنشوفها على جوانب الطريق. ادي احنا دخلنا ماشيين في قدامنا فلاقينا اول قطعة اهوت في الطريق والعربية بتحاول تعدي، بس احنا لقيناها هتبقى صعب ان احنا نعدي منها العربية اللي معانا يعني، فعشان ما نغرس لان قدامنا عربيه غرزه هناك هي دي يعني. فده اول قطع في الطريق هيقابلنا تقريبا عند الكيلو 160 يعني. اللي هو يعني عند العلامه على العلامه بتاعت 160 اللي هو فاضل عندنا 160 كيلو. ده اول قطع شفناه في الطريق. العربيات بتعدي هات من هنا بس احنا لقيناها مش كويسه فاحنا لفينا ورجعنا تاني يعني. ادي الانفاق اللي تحت الاسفلت المفروض تعدي الميه، احنا كده هنلف ونرجع تاني عشان في عربيه مغروزه قدامنا العربية الثلاجة دي. لا ده غرزة. اه. وانا عربيتي تقيلة، انا عربيتي 2 طن وربع. فممكن تغرز غرزة. لفينا وخدنا الطريق العكس وكانت في عربيات كتير ماشية في العكس كده برضو يعني. فده تجمعات المية اهوت، وفي الطريق في مدق ورا اهوت، ادينا طلعنا من المدق اهوت، ده المدق. انا عدي من ناحية لناحية تانية يعني. عشان كده لازم الواحد يبقى ماشي بالنهار عشان يبقى شايف الطريق كويس وشايف المدق كويس. علشان لو ماشي بالليل ممكن يغرز ما يشوفش المدق ويغرز يعني، فلازم يبقى نازل بالنهار يعني. بنمشي احنا على الطريق العكس شوية وبعد كده بنرجع الطريق بتاعنا العادي يعني. ماشيين اهوت في العكس والناس طبعا كلها واخده بالها وعامله حسابها الاوتوبيسات اللي جايه. معظم الاوتوبيسات اللي جايه شرم الشيخ كانت جايه على الطريق دي اللي هو الجوبا، مش الجوبا، شرق الدلتا، وفي بعض الشركات الباصات التانية يعني. بس الجوبا اصلا ما شفتهوش يعني. ادي الحته اللي كل الناس شايفينها دلوقتي، العربيه المغروزه، العربيه فعلا مغروزه هنا، فاحنا عشان كده ما حبيناش ننزل من الطريق ده يعني، او يعني نعدي من الجزء ده، كملنا في الشارع. هنشوف بقى هنا القطع اهوت على يميننا وفي عربيه مقلوبه على شمالنا كمان اهيت، عشان كان ماشي من يومين ما شافش السيل جرفه يعني، عربيه ميكروباص السيل جرفه يعني. احنا ماشيين في العكس والطريق اليمين طبعا الاسفلت مش موجود للاسف بسبب الميه والطوب والرمل فبوظوا الاسفلت اللي على اليمين خالص يعني. فده تقريبا
تقريبا يعني في حدود 2 كيلو ونص 3 كيلو الطريق لحد ما بايظ زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. سامي بقى كان ساعتها كان طالع في المأمورية وكان قافل تليفون. واكيد الهيئه الهندسيه او الشركه المسؤوله عن عمل الطريق لما روح الاسم اكيد هيصلحوه بسرعه يعني. ما سجلنيش قال لك لو ده مش معقول الطريق زي ده تكلف التكاليف دي كلها هيتساب جزء فيه بايظ زي كده يعني. اول جزء اهوت على يمين اهوت طبعا الجبال باينه السيول اللي على الجبال محمله بالتراب والطوب كبير وصغير ارتفاع شديد فنزلت خبطت في الاسفلت وكسرت يعني. بس ان شاء الله يعني هيتعمل على طول لكن الطريق لسه كويس والطريق احنا بنتكلم على 350 كيلو الجزء اللي تضرر فيه ما يزيدش عن 10 كيلو في اماكن متفرقه يعني مش في مكان واحد 10 كيلو لا ده اماكن متفرقه اتضرر فيها الطريق لكن غير كده الطريق كويس ومفيش فيه اي مشاكل. وزي ما بقول لكم احنا والله خارجين من شرم الشيخ الساعه 6:30 صباحا انا واصل البيت الساعه 12 ظهر يعني 5 ساعات ونص كمان. التأخير ده عشان وقفنا شويه في البنزينه طبعا وكنا الاماكن اللي فيها مدقات اتاخرنا فيها حاجات حبه صغيره يعني. لا طبعا هنشوف ده كله في الفيديو ده. حل غير ان احنا نمشي عكس بس طبعا كله كان واخد باله يعني وهو ماشي عشان كده لازم اللي ينزل على الطريق ده ينزل بالنهار ما ينزلش بالليل. مية وخمسين كيلو على النفق فانا عارف كده الجزء القطع ده عند الكيلو 160 مثلا النفق لو انت نازل من شرم الشيخ للقاهرة. نرجع بقى على طريقنا تاني. احنا كده كنا ماشيين في العكس عدينا المنطقة اللي فيها المشاكل وكملنا حتى بعدها كمان شوية لغاية ما قابلنا يوتيرن فهناخد اليوتيرن ونكمل فيه على الطريق بتاعنا احنا برضو. وخدوا بالكم ان ده هيحصل هيتكرر في الطريق اكتر من مرة ما بين الطريق العادي والمعاكس هنعدي كتير نتنقل كتير ما بينه وبين هذا الطريق زي ما احنا فاكرينه مشقوق بين الجبال مغطي بين جبال معدي فتح بين جبال. الطريق بصراحة ممتاز وفأثر لنا المسافات وكل اللي استخدم الطريق كان مبسوط جدا بيه فمش معقول من بعد حبة مطر وسيل وكام صورة للطريق ان يفتكر ان الطريق بقى وحش وننسى مجهود اللي اتعمل في الطريق ده يعني. الطريق ده ريح ناس كتير جدا وريحنا انا شخصيا لان انا بطلع وانزل كتير على الطريق. الطريق مريح جدا يعني والاماكن اللي اتضررت فيها هتتصلح على طول ان شاء الله يعني. ده الاجزاء اللي مشقوقه في الجبل في الطريق زي ما احنا فاكرينها من الفيديو الاساسي اللي اتعمل لما الطريق ده اتفتح يعني. والطريق زي ما انتم شايفين عليه حركه كويسه يعني ادي 145 كيلو من النفق الطريق عليه حركه كويسه. احنا طول الطريق كانت عربيات كتير رايحه وجايه يعني زي ما انتم شايفين على الشمال اهوت اتوبيسات كتير جايه وعربيات وثلاجات وخضار وفاكهه وملاكي رايح وجاي. هو بصراحه لما نيجي عند الجزء اللي فيه القطع هو ده كان فيه اكتر جزء فيه زحمه وعربيات كتير لانه كنا بننزل في المدق فكانت الحركه بطيئه فده اللي طولنا فيه شويه لكن غير كده الطريق كان سلس مفيش فيه اي مشاكل بس بالنهار. وادي اكتر حته بحبها في الطريق الجزء المدرج اللي هو القطع المدرج في الجبل ده جبل على بعضه شايفين الجزء اللي على يمين وعلى الشمال ده كان جبل اتقطع في الجبل واتدرج اتقطع بطريقه مدرجه زي الهرم المدرج بتاع الزوسر كده. ف الجزء ده في الطريق بحبه قوي يعني الشكل المدرج اللي في بتاع الجبل اللي متدرج ده شكله جميل بصراحه يعني. يسلم ايد الشركه اللي عملت الطريق المدرج الهندسي في الجيش. مستمرين في الطريق هيقابلنا بعد شوية الجزء التاني زي ما قلت لكم الاماكن اللي فيها قطع في الطريق ولازم ناخد بالنا كويس جدا منهم ما بين الكيلو 160 للكيلو 140 اللي هو يعني قبل النفق من 160 ل 140 كيلو.
لسه مستمرين في الحارة بتاعتنا احنا زي ما هي، ولسه بقى عند القطع اللي جاي بعد كده هنضطر نغير للحارة التانية. هو القطع اللي هيقابلنا بعد كده بقى هو القطع الكبير اللي فيه تقريبا عربية كانت ماشية سريعة وما شافتش القطع واتقلبت للأسف، وعربية تقريبا تريلا كبيرة يعني. طريق زي الفل ايه يا عم، ده مفيش فيه أي مشاكل خالص، وربنا يسلم أي حد يمشي على الطريق. 4 5 كيلو بس اللي فيها مشكلة صغيرة، 4 5 كيلو. مستمرين مع بعض على الطريق زي ما انتم شايفين، ماشيين طول الطريق، مفيش لسه أي مشاكل كبيرة، لا المشاكل الصغيرة تتعدى عادي يعني. الطريق ينفع يتنزل عليه، مش زي ما الناس مصورة إن هو بتدمر كله. لا أنا حبيت ان اصور فيديو طويل، ومعلش يستحملون الفيديو طول شويه انا عارف، بس عشان الناس كلها تشوف وتتاكد ان الطريق كويس فعلا. اقرب من القاهره هتصل بيك وهقول لك. ماشي يا حبيبي، احنا هنعدي ناحيه ثانيه في طوبه. بصوا احسن حاجه موجوده ان بعض الناس البدو والناس اللي ماشيه على الطريق قبل القطع حاطين طوبه عشان الناس ما حدش يعدي، فاحنا بنشوف الطوبه على طول فبنعدي على الفرده المعاكسه على طول يعني. وطبعا علامة المرسيدس طلع على طول في الفيديو، وده مش دعاية لشركة مرسيدس ولا حاجة، بس هو انا عشان اقدر اصور الفيديو كان لازم الكادر يطلع بالشكل ده يعني. رالي الفراعنة اوكي، نعتبرها دعاية لشركة مرسيدس، وشركة مرسيدس تدينا هدية على الدعاية دي، الدعاية المجانية ليها دي يعني. عربية طبعا كويسة جدا، من احسن العربيات اللي ممكن واحد يسوقها العربيات المرسيدس طبعا يعني. دي مرسيدس اي 200، ادي العربيه اللي اتقلبت اهيت، ادي القطع اللي في الطريق، والعربيه اللي اتقلبت شفناها حالا دلوقتي الطريق مقطوع اهو، شايفين القطع تقريبا 30 متر ولا 50 متر قطع كده في الطريق، فده الجزء الاصعب اللي في الطريق اهو هنشوفه. وهنشوف الاسفلت دلوقتي مش موجود، وده هننزل دلوقتي نعدي من المدق ده كيلو 135 كده. دي بقى العربيات اللي راحة والعربيات اللي جاية ويستنوا يعدوا بعض واحد واحد، فده أكتر جزء اتأخرنا فيه تقريبا 10 دقايق يعني، وقفنا استنى بعض ونعدي بعض، فده اللي طولنا فيه تقريبا 10 دقايق يعني. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي العربيات كتير كلها اللي راحة واللي جاية، وكلهم بينزلوا بقى هنا عربية عربية. طبعا النص نقل ده التويوتا بيمشي في أي طريق ما عندوش مشاكل يعني. دي عربيات تقريبا اخواتنا البدو في الصحراء، وبينزلوا في اي مدق ما عندهمش مشاكل. يبقى كده الطريق ده في اسفلت متاكل منه طبعا. العربيات كلها كابسه ورا بعضها، فاستنينا شويه لغايه ما اي حد استنى شويه لغايه ما احنا نزلنا وعدينا بعد الاتوبيس دوت، هيعدي الاتوبيس وهنعدي ورا ان شاء الله يعني. فده الجزء اللي طولنا فيه شويه، ده القطع بقى اللي في الطريق اللي بنتكلم عليه. في قطع في الطريق اللي احنا كنا ماشيين عليه، فمشينا في المعاكس، ودلوقتي قدام في المعاكس في قطع كمان. انت لو شايف فاحنا نزلنا عشان نرجع طريقنا العادي يعني. فده هو اكتر جزء في الطريق فيه مشكله وفيه قلق شويه يعني، هو الجزء ده. الناس بقى صورت الجزء ده على ان الطريق شرم الشيخ كله متدمر وبايظ، وصاروا ان شرم الشيخ الطريق كله زي ده، مع ان ده طبعا ده جزء ما يزيدش عن اوكي كيلو 2 كيلو 3 كيلو، هو ده بس الجزء اللي فيه القطع بس يعني، او الجزء اللي بايظ في الطريق. زي ما قلنا لكم قبل كده ما يعداش 10 كيلو في 350 كيلو يعني، بنتكلم تقريبا على كام يعني، تقريبا 3% 4% من الطريق، 3.5% من الطريق اللي بايظ يعني. فده بعد سيل كبير زي ده ما حصلش من 30 سنه يعني، فانا شايف ان هي يعني نسبه عربيه صغيره يعني، وهتتحل بسرعه يعني. طبعا الطريق شايف العربيات كلها قدامنا نازله ورا بعضها، ما حدش عايز يعدينا، فكان معانا بصراحه امين زكي، امين شرطه من شرم الشيخ، كان نازل معانا في الطريق، كان محترم جدا، فنزل على طول عشان يساعدنا ان احنا يوقف العربيات شويه، عشان يبقى يعني ما ينفعش احنا نفضل واقفين والعربيات نازله ورا بعضها على طول، مش عايزين يدونا فرصه ان احنا نعدي يعني. وكان لازم حد ينظم الموضوع شويه، ينزل شويه ويطلع شويه عربيات عشان الدنيا ما تطولش، لان كده العربيات هتتجدس علينا ورا كده كده يعني.
فهو طلع بس وقف لنا شويه لغايه ما احنا عدينا. احنا مجموعه عربيات كنا تقريبا 5 عربيات ورا بعض لغايه ما احنا عدينا عشان الدنيا تمشي. فده المدق اللي في الطريق اللي بعد القطع او في الكيلو تقريبا 140 يعني من قبل النفق. بضايع رايحة شرم الشيخ، هي فاكهة وخضار وبضايع، لأن طبعا اليومين اللي كان فيهم السيول كانت الدنيا مقفولة وما كانش أي حد قادر يروح يودي أي حاجة في شرم الشيخ. فأول ما الطريق فتح على طول من 6 الصباح لستة مساء كل العربيات البضاعة والخضار والفاكهة راح على شرم الشيخ على طول. أهو الأمين زكي معانا اهوت، هو ساعدنا نعدي من الجزء ده، وفي جزء قدام برضو كمان ساعدنا فيه جدا لان العربيات كلها كبسة ورا بعضها، محدش عايز يدي فرصة لحد تاني ان هو يعدي. كانش لازم غير كده. لا ما كل محل كانش حد هيقف يعني. مين اللي هيقف يا باشا؟ شايفين صف العربيات قد ايه كنا هنستناه، كل العربيات دي كلها واقفة عشان تعدي ومحدش بيستنى حد، فكله نازل ورا بعضه، فكان لازم حد ينزل يتصرف عشان نعدي بعض ونساعد بعض يعني. ده برضو الجزء التاني، احنا زي ما انتم شايفين كده العربيات كلها ورا بعض وكلهم ماشيين ومحدش برضو عايز، وعمالين بيكتروا من ورا، مكانش حد قاعد يدينا فرصة ان احنا نعدي. فبرضو الامين زكي اللي تاني مرة برضو نزل ونظم الموضوع ونظم الطريق لغاية ما احنا والمجموعة العربيات اللي ورانا قدرنا نعدي بالجزء ده برضو يعني. اهو الامين زكي نزل عشان يوقف العربيات اللي جاية من هناك من اول الطريق، يخليهم يستنوا لغاية ما احنا نعدي، عشان الموضوع كان هيطول كتير مش اقل من ساعة بقى. فالحمد لله فتح لنا الطريق اهوت وعدينا ووقفنا عربيات. بس طبعا بعض السواقين طبعا برضو ولا هم ان احنا بنشاور له بنقيد له نور بنقلب له نور بنشاور له، كان هاجم برضو نازل عايز يلحق يعدي، فده برضو اخرنا في الجزء ده كويس ده شويه يعني. حاولنا نفادي بعض الحمد لله يعني، هو ياخد يمين شويه احنا شمال شويه وعدينا الحمد لله يعني. احنا كنا بنشاور له العربيه ديت من بعيد من قبلها عشان يستنى، هو برضو كان نازل كامل. احنا طلبنا منه هو طبعا يمشي في الشمال واحنا في اليمين، بس هو مرضيش، هو خاف من جزء الشمال عشان الاسفلت اللي يكون ضعيف ولا حاجة هو تقيل فممكن يقع. فاحنا طبعا تفهمنا ده وقلنا له خلاص خد انت خلينا احنا نمشي في الشمال وتعالى انت في اليمين ونفادي بعض، بس ادينا مساحة نعدي فيها. وده اللي تم في الاخر يعني. هو الاول طبعا كان رافض شويه وزي ما شايفين بيقول هخليها تقفل، ما انت اللي داخل علينا استنى شويه يعني، انت العربيات كلها جايه واحنا بنشاور لك من بعيد ووقفنا الطريق وشاورنا لك من بعيد، بس هو للاسف نزل وكبس برضو على الطريق. بس الحمد لله في الاخر تفاهم ان لو فضل كده محجر دماغه يبقى محدش فينا هيعدي. ف هو حضن شويه في شماله واحنا حضننا شويه في شمالنا والحمد لله عدينا يعني. ده الامين زكي اللي ساعدنا ان احنا نعدي كذا جزء في الطريق بسبب زحمه العربيات اللي كلها كبسه ورا بعضها ومحدش عايز يدي فرصه لحد تاني انه يعدي يعني. ودي ناس من العربيات اللي كانت واقفه ورانا يعني، نحاول نفهم السواق ان احنا عشان الدنيا تمشي لازم هو يحضن شويه واحنا نحضن شويه والدنيا تعدي يعني. والحمد لله ان هو في الاخر تفهم ده وعامل ده الحمد لله، ويلم نص متر بس وعدينا الحمد لله من النقطه ديت يعني. يلم عجله. فده اكتر جزء اتاخرنا فيه في الطريق تقريبا من 10 دقايق ماكسيمم ربع ساعه بس يعني. ماشي اهو الحمد لله عدينا منها وسلكت الحمد لله يعني. طبعا هو لما خد وقت كتير واقف كده في عربيات وقفت ورا كتير برضو يعني يعني برضو العربيات مش شايفه ايه اللي بيحصل قدام، فاكتر من عربيه طبعا جت وراه، بس الحمد لله برضو الدنيا كانت الحمد لله اتساع عربيتين فعدينا الحمد لله منها يعني. يا رب استرها يا رب. مش وبرده كله كابس وراه برضو يعني. الحمد لله عدينا من الجزء ده، وده اكتر جزء سيء في الطريق. وزي ما انتم شايفين قدامكم لو واخدين بالكم قدام على الشمال دي الانفاق اللي تحت الطريق الاسفلت، بنشاور طبعا الباقي العربيات ان هي تستنى شويه عشان نعرف نعدي، عشان برضو كانت في لسه ناس برضو نازله جايه كبس علينا فطلبنا انهم بس يستنوا لغايه ما نعدي. ادي قدامنا على الشمال اهوت الاسود اللي قدامنا ده، دي انفاق محطوطه تحت الاسفلت عشان تعدي ميه السيل. وادي القطع اهو، شايفين القطع اللي في الطريق ده؟ قطع على الشمال اهو، ده هو هيطلع ده فاضي، ده القطع.
لان قوه الميه نازله باندفاع شديد من الجبال بطوب فشالت الاسفلت قدامها يعني، فده اكتر جزء صعب في الطريق ولازم ناخد بالنا منه يعني. وعشان كده مفيش حد يمشي بالليل باي حال من الاحوال. النهار زي ما بيقولوا العيون، والطريق بيبقى واضح كله قدامك وتبقى شايفه كله كويس يعني. بس انت انقذتنا والله. تقريبا دي الحته اللي فاتت دي كانت اصعب حته قابلتنا في الطريق، غير كده الطريق المشاكل اللي فيه كانت لا تذكر يعني. هما زي ما قلت لكم تلات اماكن اللي فيهم قطوع في الطريق بنضطر نغير منهم من اليمين للشمال، والجزء اللي لسه معدينه دلوقتي ده يعتبر كان اصعب جزء فيهم يعني. كده احنا نرجع نعدي الطريق الناحية التانية اهوت المعاكس، عشان الجزء اللي على اليمين ده يبقى فيه كله مية ورمل ومقطوع برضو يعني. اهو كده خدنا الطريق المعاكس وهنكمل فيه بقى زي ما قلت لكم احنا ماشيين بقى كيلو 120 يعني، بينا وبين نفق 120 115 110، فهو الجزء الصعب من الكيلو من العلامة العلامة اللي على الطريق 160 ل 140 يعني. اهو ده الجزء المقطوع كل 125 للنفق، بينا وبين النفق 125 كيلو. دي الاجزاء اللي فيها مية والاسفلت متضرر فيها يعني. لكن الطريق كده كده الدنيا سالكة برضو يعني، بتعدي من الطريق الفردة اليمين للفردة الشمال، بتعدي من هنا لهنا والدنيا سالكة الحمد لله يعني. رأس سدر بعد 70 كيلو، احنا كده في ابو زنيمة وداخلين على رأس سدر، وفي بنزيمة شغالة على الطريق بالنسبة للناس برضه عشان تطمن. هو كان قبل كده كان في 3 بس احنا اللي شفناها على الطريق كانت في واحدة بس اللي شغالة، والاتنين ما كانوش شغالين يعني، عشان برضه الناس تبقى عاملة حسابها وهي ماشية على الطريق في بنزيمة شغالة. خليك في وشك، خليك في وشك، متأكد؟ احنا فضلنا شويه ماشيين في المعاكس عشان بس مش عارفين الطريق اليمين هيتعدل بعد قد ايه، فحبينا برضو نكمل شويه في المعاكس. بس بعد كده رجعنا في الفرده بتاعتنا لما لقينا الطريق كويس، فرجعنا في الفرده بتاعتنا تاني. الليل هتزعلك، هتزعلك جامد. ادينا مكملين اهوت في الطريق، زي ما قلت لكم مش شايف مشكله كبيره في الطريق، انا شايفها اماكن صغيره بس اللي فيها المشاكل، و اي حد يقدر يمشي على الطريق بس يمشي بالنهار. دي الاماكن اللي الناس صورتها وقعدت تقول ان الطريق باظ، والطريق اللي تكلف ملايين ومليارات باظ، الاماكن اللي فيها قطوع صغيرة كده. احنا في عندي كيلو 120 اهوت من النفق، هي دي بصوا في كام جزء اهوت الاسفلت فيه مقطوع شوية هتتغير منه، فهو ده الجزء الكبير الناس صورته وقالت ان الطريق اتقطع والطريق كله باظ، كله باظ زي ده 350 كيلو شفناها الحته اللي عدت، ما يعني ما تجيش حاجه يعني، حاجه بسيطه جدا يعني، حاجه صغيره وهتتعمل على طول ان شاء الله يعني. اي ثينك اظن ان خلال فتره قريبه جدا هتتعمل يعني. رجعنا نمشي على الطريق المعاكس تاني، ده تقريبا اخر جزء يعني هنضطر نبدل في الطريق، الجزء اللي هو فيه قطع تاني في الاسفلت يعني. عدينا اهوت وماشيين في المعاكس وخلاص كده فاضل على نفق 120 كيلو، ف الطريق زي ما احنا شايفين معظم الوقت الطريق بحاله كويسه وحاله جيده، ولسه محتفظ بجماله اللي شفناه عليه اول مره لما اتفتح يعني. فياريت بس الناس اللي ما تروجش اشاعات على الفاضي من غير ما تشوف يعني، يعني انت لو ما نزلتش بنفسك وشفت الطريق ومشيت عليه فمش لازم تاخد صورة وتروجها عليها وتقول ان الطريق كله متدمر وانت ما شفتش حاجة يعني. يعني الطريق قدامكم كله شايفينه هو، فليه نروج اشاعات واحنا ما شفناش يعني. الطريق تكلف مليارات ومسهل حياة ناس كتير قوي وعليه حركة كويسة ويستوعب حركة كبيرة، ليه الناس كلها تروج اشاعات وهي ما شافتش؟ فانا طولت عليكم في الفيديو انا عارف، بس معلش انا كنت عايز افرجكم على الطريق كله من اوله لاخره، وبالذات الاماكن اللي فيها قطع في الطريق والاماكن البايظه في الطريق كنت حابب الناس تشوفها بعينيها وتشوف الطريق من اوله لاخره، وكنت حريص ان انا اظهر عدد الكيلومتر على الطريق عشان الناس تبقى عارفه فين الاماكن دي وتبقى متاكده ومتيقنه من الفيديو
انه على الطريق في الاماكن اللي فيها اللي حصل فيها القطوع ده فعليا، يعني بقى قطوع اللي في وسط الجبل اهيت عشان الطريق يتعمل انجاز كبير. الطريق ده حرام الانجاز ده كده الناس تتهاون بيه كده وتقول ان هو طريق باظ خالص، يعني انا ده فعلا ما حصلش. يعني من اول الفيديو لغايه دلوقتي مستمرين مع بعض اهوت، الطريق كويس ما فيش فيه اي مشاكل غير 3 اجزاء بس في الطريق اللي مقطوعين فيها الطريق، يعني واكيد هيتعملوا بسرعه. يعني وربنا يحفظ ويسلم اي حد يمشي على الطريق. انا بس كنت حرصت جدا ان انا الحق انزل الفيديو بسرعه عشان الناس اللي هتنزل على الطريق اليومين اللي جايين دولت، لان طبعا ظروف السياحه هتتاثر الفتره دي، ممكن تمتد الاسبوعين لشهر. فطبعا في ناس كتير في شرم الشيخ هتنزل اجازات، فانا كنت حبيت ان انا بسرعه انزل النهارده واصور الفيديو ده عشان ابعته لكل الناس اللي موجوده في شرم ونازله، او الناس اللي في القاهره رايحه شرم، عشان بس تاخد بالها من الطريق وهي ماشيه. وانا استلت وانا لغايه دلوقتي استلت برجح الطريق الجديد مش الطريق القديم، لان في ناس مشيت على الطريق القديم وقالوا انه في اماكن بايظه كتير برضو يعني. فانا لسه برجح الطريق الجديد على الرغم من الاماكن اللي شفناها فيه مقطوعه، بس نقدر نتجاوزها بسهوله مش صعبه خالص يعني. ولسه المناظر الجبال والصخور واشكال الصخور جميله جدا فيه يعني. اهو داخلين على الكيلو 90 85 80 الطريق الحمد لله زي الفل يعني. طبعا ماشيين على الطريق العكسي، فبنلف بقى عشان نرجع ناخد طريقنا تاني يعني. طول الطريق بنبدل ما بين العكس والطريق بتاعنا، فاحنا مشينا حبة على الطريق بتاعنا وبعد كده رحنا رجعنا على المعاكس تاني ورجعنا واضطرينا نرجع تاني على المعاكس، فاحنا ماشيين في المعاكس دلوقتي يعني. ودي الجزء اللي برضه مقطوع في الطريق اللي هو فيه تجمعات مياه كتير والرمل والطوب مأثر في الأسفلت يعني. طبعا حاجة لفتت نظر ان المية لونها لون اللي هو الازرق السماوي، لون اسمه بيسموه تركواز، لون جميل قوي يعني للمية. وده جزء في الطريق العكس اللي احنا ماشيين فيه يعني، كان فيه شوية رمل فيه يعني، بس لكن حاجة ما تأثرش على الطريق خالص يعني، ما تأثرش علينا يعني. وده الانفاق، شوف الاسود اللي قدامنا ده انفاق مية يعني، او مواسير مية تحت الاسفلت عشان تعدل مية السيول، بس تقريبا مية السيول كانت اكتر بكتير فما استوعبتهاش الانفاق او المواسير اللي معموله دي يعني. احنا خلاص كده المفروض داخلين على رأس سدر ومش هيقابلنا مشاكل كتيرة تاني في الطريق خلاص، الى حد ما الاجزاء الصعبة اللي في الطريق خلصت خلاص يعني. فالناس اللي هتسافر على الطريق نتمنى لها سفر آمن على الطريق وتاخد بالها، وزي ما قلنا تكون ممون عربيتك كويس، ما تتعداش يا ريت 100 120، تمشي بالنهار بلاش ماشي الليل خالص، لأن بالليل انت مش هتشوف حاجة في الطريق ولا المدقات ولا تعدي من فين ولا ترجع تاني من فين. فيستحسن نمشي بالنهار ونكون ممونين العربية بتاعتنا كويس. وخلاص احنا كده داخلين على كمين رأس سدر او عيون موسى كمان اهوت، فضل على عيون موسى 30 كيلو، احنا كده في رأس سدر فضل على عيون موسى 30 كيلو. فزي ما قلتلكوا خلاص ما عادش فيه مشاكل في الطريق هتقابلنا، هي الاجزاء اللي فيها مشاكل من الكيلو نفع الشهيد قدامنا بعد شوية، الاماكن اللي هيقابلنا عيون موسى مكان نفع الشهيد بعد كده، الاماكن اللي فيها مشاكل هي بس من الكيلو 160 للكيلو 115 او 120، هو دي الاماكن اللي فيها مشاكل بس في الطريق وناخد بالنا منهم، اللي فيها قطوع في الطريق بس يعني.
غير كده الطريق كويس، مش عايز اقول يعني ممتاز، الطريق كويس جدا ونقدر نمشي عليه، والعربيات كتير راحة جاية عليه، الحركة ما توقفتش عليه. هو بس اليمين اللي كان فيهم سيول كانت ممنوع الحركة عليه بالليل، لأن حصلت فيه حوادث زي ما احنا شفنا، العربية التريلا اللي كانت مقلوبة والعربية الهاي اس اللي كانت مقلوبة، ده حصلت في أيام السيل يعني. كده فاضل 45 كيلو على النفق خلاص يعني، أو 40 كيلو على النفق يعني. المفروض عيون موسى كده قدامنا بعد تقريبا 10 كيلو خلاص، من قبل بوابة عيون موسى اللي هي بوابة الطريق الجديد يعني. انت مطير، ما انا ماشي 160. فالناس اللي تبقى نازله على الطريق بس تبقى يعني مركزه بس في الطريق واخده بالها، والطريق ان شاء الله يعني لسه بحالته وكفاءته، هيرجع لكفاءته العاليه في فتره قريبه جدا، لان الاماكن اللي فيها اجزاء بايظه هتتصلح بسرعه جدا ان شاء الله يعني. ادي بوابه عيون موسى، طبعا كلنا فاكرين البوابه ديت، ده اللي بيبتدي من عندها الطريق الجديد بتاع شرم الشيخ القاهره، بوابه عيون موسى. احنا طبعا بناخد ننزل شمال من هنا عشان نعدي من جنب البوابه، وناخد الطريق العادي بتاع النفق بقى اللي هو بعد عيون موسى. احنا من عيون موسى هنا لغايه النفق 30 كيلو، وبناخد طريقنا عادي مفيش فيها اي مشاكل يعني. الطريق هيقابلنا دلوقتي مفيش فيها اي مشاكل، غير جزء بس كده عند منطقه عيون موسى في شويه ميه بس كده على جنب الطريق كده او على الطريق، هيقابلنا دلوقتي برضو هنشوف الميه دي دلوقتي يعني. احنا كده بس بنعدي من جنب بوابه عيون موسى عشان ناخد الطريق ونطلع على النفق ان شاء الله يعني. فمتهيألي الطريق كان سلس، كلكم اتفرجتوا معايا وشفتوا بعينيكم، الطريق كان سلس، ما كانش فيه اي مشاكل غير 3 اماكن بس في الطريق اللي كانت فيهم المشكله، وللاسف الناس صورتها بطريقه تانية خالص غير اللي احنا شفناه بعينينا. الناس صورتها ان الطريق كله باظ، الطريق اللي اتصرف عليه مليارات حبه مطره ضيعوه، وان ما اتعملش كويس الطريق. لا، الكلام ده كله مش حقيقي، وكلكم شفتوا بعينيكم والطريق كله شفتوه بنفسكم، والفيديو كان طويل بس عشان تقدروا تشوفوا وتقدروا تعرضوه لاي حد يقول لكم الجيش ضيع صرف كتير على الطريق والطريق باظ مع اول مطره نزلت او اول سيول. ده كلام كله مش حقيقي، وبنفسنا شفنا وبعينينا شفنا ان الطريق كله كويس، حالته كويسه، الاماكن المتضرره ما تدتش عن 10 كيلو، وده الجزء اللي فيه ميه عند عيون موسى بس يعني على الطريق الاسفلت، وجزء غير مؤثر بالمره على الطريق. فوضع عيون موسى نفسها هيت اللي هي في اللي اثنى 10 عين بتوع سيدنا موسى، اللي هو فلق ربنا فلق البحر وبعد كده ضرب بعصا وطلعت 12 عين شرب منها اسباط اليهود. المكان ده موجود في عيون موسى ومكان جدير بالزياره، وانا عندي فيديو عامله عن منطقه عيون موسى اسمه هتشوف اسمه فوق، اللي هو لو طورنا منطقه عيون موسى هتقدر تضر ملايين للسياحه المصريه، لو عندي في القناه. مكان جميل جدا ويستاهل الزياره، من المكان بتاع عيون موسى يعني. ادي الطريق اهوت خلاص رايحين على النفق، فاضل 15 كيلو على النفق. انا مصور الطريق لغايه النفق عشان الناس تبقى شايفاه من اول شرم الشيخ لغايه النفق، المسافه كلها ممتازه والناس كلها تقدر تمشي عليها، مفيش فيها اي مشاكل غير اماكن صغيره، ولو خدنا بالنا بس ومشينا بالنهار يبقى مش هيحصل اي مشكله. وزي ما قلت لكم والله انا نازل الساعه 6:30 من البيت في شرم الشيخ، واصل البيت عندي في العاشر من رمضان الساعه 12 الظهر، يعني 5 ساعات ونص، منهم وقفنا في البنزين ما شربنا شاي وقهوه، ومنهم الاماكن اللي احنا اتاخرنا فيها واحنا بنعدي وبنستنى العربيات وبنعدي بعض في المدقات. فالطريق خدناه بسهوله جدا في 5 ساعات ونص، وكنا ممكن ناخده في 5 ساعات كمان، فالطريق لسه كويس. بس ما بقولش لاي حد يمشي بسرعه كبيره، امشي 100 120، ده النفق خلاص قدامنا اهوت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، حاولت ان انا اوضح لكم بنفسكم وتشوفوا بنفسكم. واكتر حاجه عجبتني وانا داخل على النفق ان في امين شرطه في المرور لابس حتى لبس المرور بينظف المنطقه حواليه، مش ما فيش اي مشاكل، ماسك المقشه وبينظف المكان حواليه، فتحيه له. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى لو اول مره تشترك في القناه وتدوس لايك
تشير الفيديو لاكبر عدد عشان الناس تشوف الطريق وناس ما تزيدش وتقول على الطريق وحش. شكرا ليكم، كان معكم مرشد سياحي محمود حبيب، شكرا ليكم.